رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ولي وحن كد حجنا سيرة كتابك روضة الأنوار، وحن كسي احجنا قاسة دولان كي تبوكا يا رسولك صلى الله عليه وسلم سفر كي ارى بعيد كأها مسافة يفوغي ايضا كي الرومان تفرها بضما اي مركا اذايين حن سوء اغانا دولان كتبوكا سيد اي ابحيان يا سيدي مركا لو ديار قروري وحن نوغسو دنبي سيجيش إسلامي أها إي أطبقا وعنو قسو الدنبيسي انتبوك رسولك مر الله لمركي أودغي أبو خيثمة أكدبتغي أبو خيثمة وحن سوء أغاني مؤمن إيمان كيسا كر شيغاي إنو أها عبر لآن أيو هاري مر الله لمركي بيرتيسي أوغالي مالين كولي الدرن أوجيرو لبدي سي زوجاتنا أي مركا أرشايين عرش كودي متكستا طعام يبي قبينا أي أبيار سي أوضح رسولك إلهي ما قص عضا كليل أبو قيث مانا هستلو موجودا بي الدياري ما قرح بضا والله قرصور إنصاف معها إلهي وقدرتي إلى أكتغى أقل كي نجلي مايو إلا رسولك أن كهاليلو أرضها صهي إدياريا وي إدياريين بعير كيسي بو قاسي بو لبحي إيوارن كيسي واسعذي إلا رسولك أوكو هاليلي مركي أوتبوك دقي ناشا سا مركا موغسون ديسي أنا أن مركا مريني 20 يوما لباتن مال موت أو في تبوك نبيك تبوك أوكو سغنا وعلمت وي اوغاتي الروم روم حيث وحي اوغادين بنزول رسول الله رسول كي الا دقيتان كي سفي تبوك او مركا دقي اي اوغادين فخارت وحا ضعيفي عزائمهم حقوبي عزائمتي يا قوانكي يا حوقي يا وحي اي لهايين اوضن هوسبي وبعضي ولم يجتراؤوا ما أيسن كديرنين على اللقاء إني كهرتغان إني نبي محمد كهرتغان ويكديرن وين فتفرقوا وحي أكل يا عيني أكل أردين في داخل بلادهم بلاد ودقبهس بلكوبي إيا وضنكي إيا مغالبي أي دقنايين أي كفر خصمين ويكو كلا عرارين وبقي الرسول الله رسولك الله نوحو باقي كن قضي أوسي جوغي 20 يوما لبا تم الموت أو يرهب الأدو أدو عبس جليناي لبا تم الموت أيو ميش سي جوغي تاسو أدو عبس جليناي ونمرك أغو هنجباي لبا تم الموت أيو نبي قطبوك سي جوغي لبا تم الموت يرهب أغو عبس جليناي العدو ويستقبل وحقوق بله ميشا الوفود وفديالك هل بوك قد طيب ميشا وفديال باقوق إمانايا قاربا جزيال لغو قريا إي عنشور قارا صلح للجليا قارا إسلامايا قارا إسلامايا وفديو ميشا كقابلي وقد جاءه وحا أيمد يوحى ميشا أيمد يوحنا يوحنا بن رؤية من اللي يرهدو رؤية من اللي قمك عابو يوحنا بالرؤية وحاكم أيلة ما قال لذا أيلة اللي قمك عابو حاكم كيذيبو أها وصح
أيام يشأوي من رسولك وصحبته وحان للسعدي أصور راعي أهل جرباء يو أذرج غير جرباء أهل كوذا إيا أذرج نطلق مقعابه وأهل الميناء أنت أهل ذنا مركا ويصور راعين فصالحوه إليه شيء أوحي كله شيء رسولك على إعطاء الجزية جزية بحيان وحيدهن وحيدهن أنا وجزية بحيان محمد بقال مرة ضدنا ردهن أهانهاي فرها ملك قاضي وحيك أن كجارن وأي كله شيء رسولك إن جسي عشر بحيان ولم يسلموا لكن ميسان إسلامين لكن ميسان إسلامين وحي بهين أما وجزيا بحينينا إسلام مقاضا منينو فرها ما لغي قادي أمانها ملسي والأقول يهي ورسولك صلى الله عليه وسلم ضدك مر الله الله مركين توسن دقال إيكو قاضي وعقبن إيجرئين إسلامان هذه إسلامان كفر عن ولغي استيجرئ هذه إسلام مدى الديدان وليلا لمدى قال لن يجريني جزيا لذنك قادة لديه جري إسلام كهوستي سات كن ولان إسان قال لمدى ذي هاي سنيان سنت والبا جزي بحنيان ولا أمان قلنا يا الله بدأ هذه ديدان مركاسو دقالك إيمان أي مركتاسي كله شيء رسولك ولم يسلمه وكتبوا قري رسول الله رسولك ألي ليوحنا منك يوحنأها كتابا ورقد فيه كتاب كدحديس الأمان له أمان قلنا يله أسقى ورقد أي رسولك أقري ورقد سو أمان قلعة لقنا من أمان قلنا يوحنا منك أها إي ولأهل أي له دك مركا وحاكمك أها كل أسقى دك سبع وفيه وحاكو بحسقنا ورقد الذمة بلان الذمة الذمة أي كجران لسفنهم دونه وسياراتهم سعد كودو في البر في البحر والبر بأيكو سفريان مر الله لمر كبد أيكا مدى أي دونه سعضان إلا أمان قليو سعد كودو أيكا لفتدو دي لقدقا قودو بد إيا بر غنا إن أمان لسيو وفيه وقد وحاكلو كقرنا حرية التنقل إني حر أجيني إني تنقلان إني يريغي كران وعيسى عن كران إيا والنزول إني دقان تنقل كوذا سعد كوذي والنزول دقيتان كوذبا أمان إلا سيئ وأن من أحدث أيضا صاس أي جفتو قفكي صدرية حدثا وحصب قف الله الله قفكي أرين أعضاء عصب كينا فلا يحول كالتالي ميسو ما له مالكي سدون الكقلي لطيه ما ينين كان حولو بحيا أنشور بو ديبا نفتيس أمان قلن ويسو واللغو قاضى يا حكم كيسا وكتبا وهو أقري نبقى لأهل جرباء إيا وأدرجنا كتابا ورقد أي أقري ورقد داسو أعطاهم وكسينا يفيه دحديسا الأمان أمان وأن عليهم كركوضنا 100 دينار 100 دينار إنو يهي في كل رجل من والبا قفكست 100 دينار إنو مركاب بحيوه وسالحه وحاله شيء سدا أوكالي أهل ميناء على ربع ثمارها إيان أيغو بير الليدي أحايين وحي بيرها كسوق أفر ليل ملك متعة إنو مركاب بحيوه أصر أكيدر دومة جندل سو قفالكي لسو قفالي نينك اللغو مقعاب أكيدر أكيدر دومتي جندل معناها نينك قفالكي مركا لسو قفالي أكيدر أدومتي جندل أكيدر أدومتي جندل نينك أيا لسو قفالي معناها دومتي جندل ميلا يرهدو أيو جوغا أكيدر ويمنق عيسى وأرسل ودري رسول الله رسولك الله صلى الله عليه وسلم خالد ابن وليد أي أدري إلى أكيدر ميشا لقم قعابه إلى أكيدر بو أدري دونة جندل في 420 فارسا أفر بقل 420 طلباتم
oo faarisiin ahoo fardoomay ah ayuu ku daray nebiga Khaalid. Wa qaala lahu, wuxuu ku yidhi, innaka adiga satajidu, waad heli doontaa ninka yasiidu, asagoo ugaarsanahaya, albaqara, lo' asagoo ugaarsanaya. Baqaradan waa lo' duureed, lo'da lagu magacaabo, waa lo' gisiga leh, iyo ugaartay markaa ka mid tahay. Taasni asoo ugaarsanaya ayaad heli doontaa, buu yidhi nebiga. Fasaara, wuu socday. Khaalid waa dhaqaaqay xataa intii idaa kaana uu ahaaday bimanari lcayni, ishiisa meesha wax ka aragto. Suu u sii socday Khaalid ishiisa fogaanteeda ilaa ishu bartilmaameed bay leedahay, oo markaad meel fiiriso meesha ugu dambayso il wax ka aragto markuu gaaray, min xismihi, gabaatigiisa, ilaa qof kastoo madax ah waxa uu lahaa dhufays ama qasri weyn. Marka xisnigiisii dhufayskiisii markuu ka arkayay meel ugu dambaysa ishiisa, kharajad, waxaa soo baxday baqaratu lo'gisi ah ama lo' duureed baa soo baxday. Taxuku, ayadoo ku xoqaysa biquruuniha geeskeeda, baabal qasri, boqortooyada sarteeda albaabkiisii. Albaabka qasriga waa boqortooyada ama madaxtooyada albaabkeeda iyo madaxasa ugu xoqaysay geeskeeda ay markaa ku xoqanaysay. Fakharaja, waxaa usoo baxay Ukayda ninkii ahaa, ninkii rasuulka uu usoo diray baaba albaabkii soo furay, waaba tanaaba lo'diiba, wuxuu usoo furay liyusiidaha si uu ugaarsado. Suu lo'dii markaa u qabsada, fatalaqaahu Khaalid, baaba la kulmay fii khaylihi, fardimiisa gacantaa lagu soo dhigay. Ilaa rasuulka hore u tilmaamay, oo wuxuu u tilmaamay asagoo lo ugaarsanaya, yaad la kulmi doontaa lo'aada ilaahay amarkiisa boqortooyadii qasrigii madaxtooyada albaabkeeda intay soo istay yay geeskeedii ku xoqaysaaba. Waa u soo baxay Ukaydiro, mar allaalo markuu meeshii yimid ayaa la bilaabay inuu lo'dii ugaarsado. Inuu lo'dii markaa ugaarsado waa tilmaantii nebiga uu tilmaamayay. Ukaydiro waxaa la kulmay Khaalid fii khaylihi, fardiisii, ciidankiisii macnaha. Wa jaa'a bihi, wuxuu ula yimaadeen ilaa rasuulillaahi sallallahu calayhi wasalam, rasuulka xaggiisa. Fa xaqana, wuu ilaaliyay rasuulkana damuhu dhiiggiisa, bacdamaa nin madax uu yahay, dilkiisa faa'iido weyn ma laha. Maxaa lahaye, nin qaday baa tahay, xoolana leh, isfuro, wax isku furo oo dhiiggiisii ayaa la ilaaliyey. Wa saalaxa, wuxuu kula heshiiyey rasuulka calaa alfay bandoono, 2,000 oo rati. Wa 800 ra'sin, waa 800 oo madax, 800 oo qof macnaha oo adoon ah. Wa 400 dircin, 400 cambuurbireed. Wa 400 rumxin, 400 oo warama ah. Wa aqara, wuxuu qiray. Intaas waa intii madax furashada looga qaatay. Wa aqaa iljizyati, jizye inuu bixin doono sanad walba, calaa qadiyati ayla, ayla qadiyadayda iyo wamiina, labadaaba inay sidii qadiyadii ee hadda aan soo marnay reer Ayla iyo reer Miina jizye loogu qoray oo ay jizye u bixinayeen, asagana inuu sanad walba canshuurta markaa bixiyo. Alcawdatu ila lmadiina, soo noqoshada nebiga Madiinuu ku soo noqday. Wa bacda 20 yowman, 20 maalmood kadib, taxaraka, wuu soo dhaqaaqay rasuulullaahi, rasuulka Alla wuxuu usoo dhaqaaqay, ila lmadiinati, magaaladii Madiina. Madiina ayuu nebigu usoo dhaqaaqay 20 maalmood kadib. Waqad istaqaraqa, asagoo soo dhammaystay aldihaabu socod, walcawda ii noqoshada, 30 yowman, 30 maalmood, asagoo 30 maalmood ku soo dhammaystay socod iyo soo noqod labadaba, aba ma maqnaanin rasuulullaahi sallallaahu calayhi wasalam 30 yowman. Fajumlatu maade, ma marka laysku daro, fajumlatu ma dhammaantii oo qaada uu ka maqnaa rasuulka Alla cani madiinati Madiina 50 yowman bay markaa ahayd. 50 maalmood buu Madiina ka maqnaa. Wa fi ariiqi, wadada dhexdeeda, mara wuxuu soo maray aljeyshu, ciidankuu la soo maray, bicaqabatin, caqaba, caqabadu waa wada buur korkeeda ku taala, ayuu la soo maray nebiga sallallahu calayhi wasalam.
وفي الطريق ودد دحد إذا مر الجيش إذا كذا وحي صومرين بعقبة عقبه ووضع وبركر كذا كتالة فأخذ الناس دكو حلمرين وألقاذين بطن الوادي وادي علو شيسة مر الله على مركي إذا كي أيسو جارين بورتا ودد كركيغا ما أيسان مرين وحي مرين وادي علو شيسة وصلك وقاضي رسول الله رسولك إلهينا طريق العقبة والذي بورت أهيب والذي إذا أي رسولك مركز ومري لكن عيد كيسة أؤمن المسلمين تاب ويدق عليشيسة يمركا مرين ولم يكن ما أهان إلا نسع مع رسولك لجل كيسة إلا عمار عمار بن ياسر ما أهان آخذا هايا بزمان الناقة هشه جان كيدا حش النبي أسره حرجها مركا هايا إيو حذيفة بن يماني أو يسوقها جبل كسوق منايا أو كي النبي صلى الله عليه وسلم أسرق إيو عمار إيو حذيفة وضبي بورت كركيدا أي مرين أما إذا كمسلمين تأنتوا ذكالي وحي مرين ودق على وشيسا فمركب لمن منافقين بأركي وحيبا ان مرك اني كفى اليستان واي بلا رسولك صلى الله عليه وسلم منافقين تؤدي بالبنيين وحيبا ان ربك اي وطان انت عقبض اي بورت الله قران رسولك اورت اي حوك اقنيان انت وحي كدن بيس النبي اورك اي وطانا انو انت بيوده بورت هذا انت او كدعو نبي نقول انت صلى الله عليه وسلم ساسي مركا دمعين فاتبعه وحضب قلي وعرسلي 12 رجلا لرأي التضمن أو من المنافقين منافقين تكمبعة يريدون أن يقول دونها اغتياله بالكيسة إن النبي السجاب معه أي كدلال يمرك دونهين أم أي مركة ربين وقتربوا ويأسوا بواذين من الرسول كحديثة جدا ستبقى الرمقى وحوق يأسوا بواذين فيما أفضوضا أيضا انت وحياني أيوتين وجهة أيو أفكسا أسوى بوطي أو أيدينا يان إنا لقران أو أن لفهمين عد أيمين يمرك نبي أسوى دوالين وهم أيضا ملتفمون أفكا بوطي إن ذهب فبعث رسول الله رسولك الله وحو أدري إليهم حقه ذا حذيفة 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 كل حذيفة باقورتا دولت وجهة رتيالك إيدي جيل نوسو هريا غفورك او غفور حويد دري رسولك صلى الله عليه وسلم اليهم حق وضع حذيفة ليوطر رسول اقفطه او اقراعه وجوه الرواحله رتيالك او ربك اي وطان وجيالك وذا بمحجن باكر كان معه حذيفة معي جيسا اهي باكر تقع عنك وجهت غفورك او غفور جيل نوسو حذيفنا فأرعبهم الله إليه الرعب كل الليل هل المرضي والعفص المنافقين تي وأسرعوا حي أدك دقين بالفرار عرف إسلا مركي عليه وحكا ديين حتى لحقوا إلا أي هليلين بالقوم قومكي سيء عرارين يا رجي بدن الوادي جمراي يدحنا قالين ويسكتح قالوا حين مولانتين مركي المؤذين وأخبر رسول الله رسولك الله نوى أشيغي صلى الله عليه وسلم حذيفة بأسمائهم من عيال كوذا حذيفة ذكى مصارع متقانة واهبل 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 بودا رسولك صلى الله عليه وسلم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول إلى سبحانه وصاصة المام سبحانه وتعالى سادرت الحذيفة من عيال كوذا أشيغي إيو بما أرادوه أيدونيين فالصمي مع عبر حذيفة بصاحب سر رسول الله سر النبي قفك صاحبك وها سر النبي كيها يي أي الله قم العبر منافق والبع ويقيني حذيفة بن يمان مقع يالك برسولك أتريي سر بي أهيد إلالية عمر بأبي جريشك أما كجر أميه نجي أي أم كثير الله أكبر عمر رضي الله عنه وعمية حذيفة بل إيه فير بنيسك الآب هيسا بكجر عنه إذكر وحيقا ما قلنا أنينا نكجر عنك لي والأرض بالدي جر عمر أرنتا وإلى وكابت بادية عمر رضي الله عنه مرحي جناسة اللي قلت كنايا حذيفة ما كقاب قلب يديه جري هذه البهاء حذيفة كقاب قلي جناسة ذا عمر وآدي جري
هذيل ضو ما يحدث كما قيد جلن وكجوجي جري إلى الحديث منافقين تو يقانا إلى هنا ويدي ذي إلا قلت كذو هدني مسجد الضرار مسجد الضرار مسجد لهم على جري دمتين كي لسوا الدنيا وكان المنافقون منافقين تو شيء هاين قد بنوا قوة السيء بقباء وماشى لهم على مسجدا مساجد بكدسين ضرارا تدرت بيودسين وكفرا كفر نماء يقالنا إلا قبا فيه إلا قبا هيو والتفريقا إيا إن لغوك لققبه لغنك لقيقية بين المؤمنين مؤمنين تبين كوذا وإرصادا يسجتان أما قبا قلن لمن حارب الله إيو الرسوله قف إلهي إيو رسولك صلى الله عليه وسلم لحربنا يا إن قبات الله قبقه منافقين توحيد دمعين المسلمين تكالقوقوين مسجد قباء اكتس أما حافظ قباء مساجد بيكبسين مساجد كي أي إسان وحي أغطى لقلين ظلمي إي إذا الضر إي إلا جسو أبابو لشرقولوين مسلمين تلقوا شرقولايو للاسوغا يقف إلهي لحربنا يا رسول كيسا وطيكا أتصدين إلهي رسولك حجي صلى الله عليه وسلم أي صلي اللهم إنه أبوت كذا والمساجد كمركة قرحيين وأي إسان بين محمد وكالة مساجد كان أبوتك عن بركة إسانه كالة مساجد أبوتك يا ديرايا من أبي قيمة بدن وليبا أبو أهل الدين أهل أبو مساجد باب مفريصة رسولك أجمدين أي صلي اللهم فيه إنه مساجد أبوت كذا وذلك أرنت أنا وحي أهي عندما كان مركو رسولك أها يستعد من أؤدي القروبة هي للخروج بحيطان إلى تبوك أؤاده فقال رسولك وحير إنا على سفر أما سفر كركي سانا هي ولكن إذا رجعنا هدان صنقنا إن شاء الله وان إذن إمانينا وان إذن قبتك نيابو نهي رسولك صلى الله عليه وسلم قاد من ربان نبي محمد وكتك دين يعكر دينيا إلى المشي نبي كتك الصحابة وكسو ياعيا ذاتك ووضع إمانيا سادرت بشر قول أيبنا أي وطان منافقين شر قول أي مركا وطان مركا وحلقا وحيد مركو رسولك أدير قروبه للخروج إلى تبوك فقال وحير إنا على سفر أنا سفر بعنا يهدى ولكن إذا رجعنا مركان كسوا نقول تبوك إن شاء الله وإذن إماننا فلما مركي كان أهذي نبي في مرجعه سو نقض كيسا أو من تبوك كسوا نقضي ونزل أودقي بذي أوان ميل لغو مقعاب ومدينة آتو بسوء وليس بينه وذي أوان بذي أوان إيو بين المدينة سوما جيران إلا يوم أو بعض يوم مالن أو مالن بركيد ماهان الله سعدا من المدينة آت وغسو بمركو يمي نزل جبريل بأسود دقي عليه السلام بخبر المسجد مساجد كخبر كيسيبو لسود دقي أونا مركا كياني مساجد كهكوتو كني ها استاغن لا تقم فيه أبدا ولغا ها استاغن بوضع الله سبحانه وتعالى ayada ayaa marka lagu soo dajiyo ayadaha soo cabbiraya tilmaamaya rasuulkana loogu diidaayo inuu masajidka ku tukado masajidka aadi hana ku tukani hana dhex istaagin ayada noocaasa ilaahay soo dajiyo subhana wa ta'ala rasuulka looga mancinaya xaaladaha noocaas ah inay ayaguna shirqool iyo waxyaabo noocaas ay maleegayaan ujeedadooduna ay sidaa tahay ayuu ilaahay soo dajiyay ayada marka quraanka tilmaamahaya inuu san marnaba u dhawaanin oo nana marka ku tukanin masaajidkana uu ka fogaado waxyaabaha ay rabaan shirqool iyo waxyaabo kale inay tahay masaajidka ha istaagin la masjidun ussisa ala taqwa min awwal yawm ahaqqu an taquma fihi rijal yuhibbun an yatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin mithl qabl lajila كاسا استاغن بوناي قبر كاسا لسودغي فبعث الرسول الله رسولك الله وحو ادري صلى الله عليه وسلم من احرقه سوق التمساجدك وهدمه وسود الدنيا قف سود الدنيا او غدا ايا ماركا لو ديري ان الدنيا دبنا لقبت سيو استقبال رسول الله رسولك الله قابلتين كيسي يسيدي لوغو سو دوويي من قبل أهل المدينة غير مدينة أهل كود حقي ولما مركي لاحظ أي أصو موقطي للنبي نبي وميل إرقو كأركي معالم المدينة مقال للمدينة علامات كذا قال وحير هذه طابة طابة وطاسا
ومقع كمدة مع عيالك مدينة. وهذا أحد كم وأحد جبل وجبل يحب ما نجعل ونحبه أنا وما أنجعل معي. الله أكبر جعل يهي أنا وما واجعل معي وتصامع الناس ضدك باسم قلسيي بمقدمه للقصود لتنكيسة رسولك إنه مجال الذي مدينة صغر ويمد ويمد وصغر ضدك أسقى قلسيي. فخرج النساء والصبيان والولائد وحصوب حيد مركي إلمه يريرا الولائد كان واقبها يريركا يستقبلونه أي قابل ينبك كفر تجا يصوب ويني وينشدون قيراري ورمى يطلع البدر علينا من طنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع وإلم يريرا أي النبي مركا كسر لوين يطلع البدر ضيح أفر يتورد بانا شيء علينا كركين من ثنيات الوداع حق يسوم وغطش ونيري من رسولك ولجيدا وجب الشكر شكر ذا واجبي علينا كركين إلى الإله كشكرنا ما دعا ما دعا انتو أغيرها لله إله بنت سبتك داع من مركا أغيرها حتى دخل إلا أقل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فصلى في ركعتين بوكتك وجلس للناس ضدك أيون الله فقستي صلى الله عليه وسلم عادي سأسأهم جرتي مر الله على مركو صفر كسو قال النبي المساجد كوكب الله جري ساسانا هبوانا ريرك إن لقصو غيرايو هي رسولك ديدا هل النبي إن ليه ماذا أيو ديدا سادرت البوية رهدا إلا تيلغا مغمانا اسم ديفسو أين هوسك حيرته أي أشعاتي أشعاتي للدبر كمرك الرجو أي سفر بدنيه وحدة من أي كم قنيه ضن إسكما جران صرت وجد ضن أي جبل اسمه بيفسو ومرك الزوج لا بهاي زوج كاسا كيني كرا سيدفت الباطنو شط مقضان بساس الدين مقضان اسمه ما بيفسو إديا جبل كمليان من جران تما هوسان لسكحيرين إلا هدي سانك وكسو دل بعه بذات مشك إيمانيسا سادرت بإسلام كو إن دمن إلاليا إنو سنقويس كو بربورين وحين آد أقود دالا إن قريبه بسماده قفك استنى قفك كلاوالا بل إسقبته منغر روح دبن أوفي عن أوكو أركو مرك النبي المساجد كو كب الله بجري إن أصحاب دانو الأدي بجري وقت ضحانا أتقع ساسو مرك أبيه جري وي مرك ناكتو مقاشا أبقي باسو وقلي مساجد كو فبيا وإسهجاجين وين إسقرحينيسا لكن أنت موبل بجرا في ليا تلاعب تلاعب للاس السعود سينا يا هير الله الله هير كأمر هيو ضيارة ديواسو عقا ديغتي كرسي ديوان كتعي شنطة ديواسو قاتي بنان كان أسوى بحي تكسي ديواسو كوري وحانسو مرايا حافظ وصماها فلله الحمد إله وكما أصن مخلفين تنقل الدماء دي إله سبحانه وتعالى بدكي دولان ككهري لكن الله توفيق والله سبحانه وتعالى أعلم.